أهلا ومرحبا بكم. نبدأ أخبارنا من إنجازات جديدة لجيشنا الباسل في اقتلاع الإرهاب وتوسيع رقعة الانتصار. الأقصر وريفها أصبحت آمنة مع رحيل آخر إرهابي منها بعد أن أعاد بواسل قواتنا الأمن والاستقرار إلى قرية لبويدة الشرقية آخر معاقل الإرهابيين في المنطقة. ومعنا من الأقصر عبر الأقمار الصناعية موفد الأخبار الحربي كريم الشيباني. كريم، مساء الخير. مرحبا بك كنان ومرحبا بك سمر وتحية إلى مشاهدي الفضائية السورية. إذن القصير وريفها عاد إلى حضن الوطن بأمن وأمان بفضل سواعد الجيش العربي السوري. اليوم حقيقة يعني تم تطهير آخر بلدة من بلدات ريف القصير، وهي بلدة البويضة الشرقية، والتي كانت تعتبر آخر معقل للإرهابيين الذين يعني هربوا من ضربات الجيش العربي السوري بداية من القصير ووصولا إلى يعني قرية البويضة الشرقية. وحقيقة يعني نحن كنا من الأوائل الناقلين لهذا الحدث الإعلامي، ووثقنا بالصوت والصورة يعني مقرات هؤلاء الإرهابيين وكيف اندحروا وكيف تم تدمير جميع مقراتهم من جراء دك قوات الجيش العربي السوري لمقرات هؤلاء الإرهابيين. كما يعني تم خلال التغطية الإعلامية العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والعثور على كميات كبيرة من العربات المزودة برشاشات دوشكا ورشاشات ثقيلة وعدد من يعني العبوات الناسفة وعدد من الصواريخ المضادة للدروع وأيضا أسلحة يعني إسرائيلية الصنوع. نعم. قذائف هاون إسرائيلية الصنوع التي تبين مدى يعني الترابط العضوي بين إسرائيل وبين المجموعات الإرهابية المسلحة. حقيقة يعني هذه المعركة التي شهدتها هذه المنطقة، نحن هنا يعني في القصير وريفها، يعني هي من أشد المعارك التي حدثت خلال هذه الأزمة في سوريا، حيث أن يعني قوات الجيش العربي السوري منذ حوالي أسبوع قامت بتطهير مدينة القصير، وبعدها يعني عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة قامت بالتسلل والهروب من ضربات الجيش العربي السوري إلى قرية الضبعة، وبعدها يعني أيضا قوات الجيش العربي السوري قامت بلحاقة فلول هؤلاء الإرهابيين أيضا إلى قرية الصالحية، وبعدها إلى قرية المسعودية، واليوم في قرية البويضة الشرقية، والتي تعتبر هي يعني آخر القرى التي يتواجد فيها مسلحو جبهة النصرة. طبعا من خلال عدد من الوثائق وعدد من الكتيبات التي وجدناها هناك وعدد من يعني الهندامات او اللباس الذي كان يرتديه عناصر المجموعات الارهابيه المسلحه التابعه لجبهه النصره، يبين بان هؤلاء العناصر هم من خارج سوريا، هم وافدون من الخارج. ووثقنا يعني اليوم بالصوت والصوره عددا من التكتيكات العسكريه التي كانت تقوم بها عناصر جبهه النصره هنا في ريف القصير، ومنها الانفاق المتواصله او المترابطه ما بين البيوت والمنازل وما بين القرى المحيطة بريف القصير، وذلك من أجل أن تتلطى وأن تختبئ من ضربات الجيش العربي السوري ولسهولة تحركها. طبعا رصدنا اليوم بكاميرا الأخبار عدد من الأنفاق الموجودة والتي كانت جميعها ملغمة يعني بطريقة تكتيكية وبطريقة يعني خبرة جيدا أو خبيرة جيدا بعمليات التفخيخ. وأيضا يعني اليوم بعد أن انتهينا من عملية البث المباشر ورصد ما كان يقوم به المسلحون هنا في مدينة القصير وريفها، يعني انتقلنا في عدد من القرى المجاورة، يعني عدنا إلى قرية المسعودية وقرية الحميدية وقرية الصالحية وجميع القرى المحيطة والعرجون وربلة، يعني جميع هذه القرى الحمد لله بدأت الحياة تعود إليها بشكل تدريجي. أما إذا انتقلنا إلى الوضع اليوم في مدينة القصير، فقد يعني شهدنا وجود لعدد من آليات مجلس مدينة القصير من أجل القيام بعمليات الترميم، ووجود للجان من مجلس المدينة لتقدير الأضرار التي لحقت بهذه المدينة من أجل إعادة إعمارها. نعم. طبعا المواطنون بدأوا بشكل تدريجي بالعودة إلى هذه المدينة، وكان يعني طبعا تابعنا أن محافظ حمص طلب من المواطنين الحضور وأيضا لتقدير الأضرار المترتبة لكي يتم التعويض وآلية التعويض. كريم، سؤالي، كيف انعكس الانتصار في القصير على معنويات جنودنا البواسل؟
الحمد لله كنان، يعني البارحة نحن في نشط الثامنة ونصف يعني أجينا لقاءات مع قوات الجيش العربي السوري، مع عناصر من قوات الجيش العربي السوري، ويعني أنا لا أريد نقل المعنويات، بل كانت المعنويات هي صادقة عبر ميكروفون التلفزيون العربي السوري. طبعا معنويات الجيش العربي السوري عالية جدا جدا، والجيش العربي السوري يريد أيضا التقدم للقضاء على آخر الإرهابيين أينما وجدوا، وذلك تلبية لرغبة المواطنين. نحن نشهد في كل قرية أو يعني محافظة أو أي مكان ندخل إليه مع قوات الجيش العربي السوري، يعني الدمعة التي تنزل من عيون الأمهات ومن عيون الأطفال والرجال والشباب عندما يرون الجيش العربي السوري يشعرون بالإطمئنان. يعني يتحدثون لنا عما كانوا يعانوه من عناصر جبهة النصرة وعناصر المجموعات الإرهابية المسلحة، وهذه الدمعة تنعكس بشكل إيجابي عند عناصر قوات الجيش العربي السوري من أجل إصرار أكثر وأكثر من أجل إعادة الأمن والأمان إلى كل بقعة في سوريا. نعم كريم، كل الشكر لك وتحية لك وللزميل معين ضرغام ولجميع الكادر المرافق لك. نعم كنان، نعم يعني نحن اليوم كنا على الهواء مباشرة مع كادر المركز الإخباري الحربي. نعم. بداية يعني من طاقم الاس ان جي علاء اشحادي وعدنان جمعة وهيثم برادو وايضا باسل ياسين وباسل حسين ومهند ديب ومحمود فضة والزميل معين ضرغام، يعني التحية لهم جميعا. نعم. فعلا يعني هم عانوا جدا على مدى عدة ايام بنقل الحقيقة ونقل الوقائع من هنا بالصوت والصورة مباشرة. كل الشكر لك ولجميع من ذكرت، والتحية أيضا لرجال بواسرنا على إنجازاتهم. كريم الشيباني مراسل الأخبار كنت معنا من القصير، شكرا جزيلا لك.